وآله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين. اللهم أوصل وبلغ ثواب جميع ما قرأنا ونور جميع ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من النبيين عليهم الصلاة والسلام وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإلى أرواح أمة المجتهدين وأمة المفسرين وأمة المحدثين وأمة صوفية المحققين والمدققين بتفاصيل السلاسل من أولهما إلى آخرهما خصوصا إلى أرواح حضرات السلسلة القادرية وإلى أرواح حضرات السلسلة النقشبندية العالية المباركة وخصوصا إلى روح سيدنا ومولانا محمد عبد الغفور عباسي النقشبندي رحمه الله وإلى روح سيدنا ومولانا محمد عبد الحق عباسي النقشبندي رحمه الله وإلى روح سيدنا ومولانا محمد لطف الله عباسي النقشبندي رحمه الله وإلى أرواح حضرات الشيخين كريمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وأساتذتنا ومشايخنا وإلى من لهم حق علينا وإلى من أوصانا بالدعاء وإلى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اقسم لنا من حشدك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلعنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا عاية رعبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الله زمان قطول وخاتم بالخير وبالإيمان كي الله قائد مو في إسلام مضبوط دا ذكر دا مجلس دا رات لل قطول وملقر وصر دا ما يا الله قبول ومنظر وقرد الله من تهي الله رب كريم دخبر ذكر حلاوت را نصيب كي الله في مجلس كي رب كريم سمرا وراد وزائف تلاوت دا قرآن مجيد وضع يما سورة وشي رب كريم عطول قبول ومنظر وقرد الله سمره ملګری راغلی دی د دوی حاجات ستا علم کې دی د دوی رب کریمه نومونه او د دوی د ټولو احوال ستا په علم کې دی. الله د ټولو احوال برابر کې حاجات پوره کې ضروریات پوره کې مشکلات حل کې یا الله د ټولو پریشانۍ ختم کې څوک بیماران وي الله هغوی له صحت ورکې که داسې رونه وي زمونږ غایبین وي زمونږ د مجلس په شرکاو کې خوس موجود نه وي یا زمونږ د دعا په تمه دی الله هغه ټولو بیمارانو له صحت ورکې چاچے چاتر دعا دا پرویلی دی اللہ دا حقا مریضان اللہم صحت ورکے کچھا دا حاجتون متعلق کیا اللہ دا دعا گانو ویلی پا دی پاک اخولی مجلس کی من دا حقا ملگرو کہ حاضرین وی کہ غائبین وی اللہ کنیز دیوی کہ لری وی سمر ملگری دوستان متعلقین محبین چی دی دا غیطول حاجات پورکے دا غیطول بیماران اللہ صحت ورکے کرزداران دی سو کرزونت رین آدھا کے کسوک دا رب کریم بی اولاد دی اولاد والا ورکے اللہ کا سوک بے روزگار دی روزگار والا ورکے اللہ کا سوک بے طلب دی طلب پکے واچ ہوئے اللہ کا دچا سکون و اطمینان نشتا رب کریمہ دزڑے اطمینان و سکون نصیب کے اللہ زمان در طول حافظ و ناصر شے اللہ زمان در طول معین و مددگار شے اللہ دا اجتماع دا ختم نبوت پڑے خلی طریقے سر ہو کے اللہ تور لخل فضل و کرم سر خلی ترتیب ورکے اللہ پا خلی و پرانا و پا صفا فیضا پا موسم کی ہو کے موسم ورطا خوالا کی افشین کی ورطا اللہ دا بارانون و توفانون و نادا حوادث و آفاتون بچ و محفوظ و ساتے دا بیمارون رب کریم طول شرکا محفوظ و بچ و ساتے پا عافیت کی رب کریم سر طور سولے کے پا عزت سر سر طور سولے کے اللہ دا حوادث و آفات و بلیات و توفانون و بارانون و نیا اللہ بچ و محفوظ و ساتے
سمرا علماء، سمرا نوجوانان، سمرا رونا دوستان چې خدمت کوي یا د خدمت لپاره مشورې کړې دي یا پکې فکر او سوچ کوي، الله دا ټولو فکر سوچ کې خدمت کې لاس و پښو کې دغه ټولو ملګرو دوستانو متعلقینو خدامو یا الله برکت واچوي، الله برکت ولا ورکي، الله برکت ولا ورکي، الله برکت ولا ورکي، الله دا څومره ملګري چې راغلي دي سره زمانې رب کریمه دغه اجتماع کې شرکت یقیني کې موږ ټولو له دغې دپاره یا الله صحت هم راکې، عافیت هم راکې، فراغت هم راکې، الله د صحیح ناستې توفیق راله راکې، په عزت سره مشران راولي، په عزت سره ټول خلک راولي، په عزت سره ټول خلک کینوي، په عزت سره ټوله مجمع یا الله خپلو کورونو ته په قبول شوو دعاګانو سره او په ډکو جوړو د خیر سره رب کریمه ته رخصت وګرځوي، الله څومره اعمال کېږي هغو کې رب کریمه یا الله تعالی اخلاص واچوي، څومره اعمال او اسکار کېږي هغې له درجه د قبولیت ورکې، څومره دعاګانې رب کریمه او څومره درخواستونه ستا په دربار کې پیش کېږي هغو ټولو ته یا الله قبولیت ورکې، او ټولو ته قبولیت ورکې، هغو ټولو ته قبولیت ورکې، الله زمونږ دپاره، زمونږ د دې ملک دپاره، زمونږ د قوم دپاره، د امت مسلمه دپاره الله دغه اجتماع د خیر او د امن باعث جوړه کې، او الله په دې سره په امت کې رب کریمه عقیده د ختم نبوت نور هم خوره کې، نور هم د خلکو په ذهنونو کې راسخ وګرځوي، د فتنو فسادونو د قادیانیت پرویدیت نه خلک محفوظ او بچ وساتي، کم خلک کم بدبخته چې رب کریمه په کې مبتلا دي او الله هغو دپاره مونږ د هدایت سوال کوو، ته ورته هدایت وکړي، الله د بدبختۍ نه راوباسي او سعادتمند دي کې بیا، او الله هدایت ورته وفرمایي که هدایت په قسمت کې نه وي، الله د دې ملک نه، د دې قوم نه، د دې رب کریمه د دنیا نه رب کریمه روکې او ختم کې دفع کې رب کریمه، او امت مسلمان او جوانان نارینه او زنانه لوی او واړه ترېنه ټول د هغوی د خرابو عقیدونه محفوظ او بچ وساتل کې، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرعائب وحسن الحواتيم، ويستسقى العمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. صلى على سيدنا محمد. مراقبه د خپلو خپلو لطایفو ته متوجه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الله الله، الله الله الله، ذکر گو ذکر تارا ترا جانست، پاکی دل ذکر رحمانست، ذکر گو ذکر تا ترا جانست، پاکی دل ذکر رحمانست، اللہ 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 اللہ، مومنا ذکر خدا بسیار گوئی، تا بیابی درد عالم آبروئی، مومنا ذکر خدا بسیار گوئی،
تاب يا بي درد عالم آبروي. الله 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 عمران بود بجز ذکر زبان ذکر خاصا هست از دل بے گمان عمران بود بجز ذکر زبان ذکر خاصا هست از دل بے گمان اللہ 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 الله الله زندگانی نتوان گفت و حیات که مراست زنده است که با دوست وصال دارد زندگانی نتوان گفت و حیات که مراست زندہ است کے بعد دوست وصال دارد اللہ 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 ذکر خاص خاص ذکر سر بواد ہر کی ذاکر نیست و خاسر بواد الله 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 از دروش و آشنا و از برو بیگان ویش ایچونی زیبار ویش کم میں بود اندر جہاں از دروش و آشنا و از برو بیگان ویش ایچونی زیبار وش کم میں بود اندر جہاں اللہ 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 علی بید قلب کا کن کانک طائر فمن ذلك الأحوال فيك تولد على بيد قلبك كن كأنك طائر فمن ذلك الأحوال فيك تولد الله 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 على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل سوى جنة الفردوس إن نعيمها سيبقى وإن الموت لا محالة نازل الله 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 ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب الله 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 لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا لو كانت الدنيا تدوم لواحد
لكان رسول الله فيها مخلدا. الله 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 الله. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، لاکھ جل کو اب نہیں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، ایک عین سے کیا محبت ہو گئی، اللہ ایک عین سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اللہ 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 اللہ. دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ 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 اللہ. الا یا ایھا الساقی ادر کاسا وناولها، کہ عشق آسان مدول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی ادر کاسا وناولها، کہ عشق آسان مدول ولی افتاد مشکلها. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب الدين، بحرمة جد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما برحمة.